في رحلة مفيدة، رحلة جريئة نعود فيها عبر الزمان إلى البدايات المضيئة، إلى المعرفة والحقيقة، إلى البدايات المضيئة، إلى المعرفة والحقيقة، إلى البدايات المضيئة. مع الأخت الصديقة ومعها موجودان سنعرف الحقيقة، نستنطق الزمان. إلى المعرفة والحقيقة، إلى البدايات المضيئة، البدايات المضيئة. التحليق في السماء. هذه هي قصة الطيران. أمر ممتع أن نخرج من المدينة يا موجتان لنتنفس هواء نظيفا، أمر ممتع. أنت على حق، انظري هناك شخص يطير طائرة ورقية. ولكننا لسنا في عيد حيث يطير الأطفال طائراتهم الورقية، انظري يوجد شخص فيها. صحيح، ما هذا يا موجتان؟ إنها المنزلقة الهوائية، رياضة جديدة تقوم على مبدأ الطائرات الورقية. انتشرت رياضة التعلق بالمنزلقة الهوائية في جميع أنحاء العالم، ولكنها تتطلب خبرة وإلا تحطم راكبها. رياضة خطيرة جدا. تبدو لطيفة، حبذا لو أجربها. لا أرجوك، نحن بخير هكذا. لا تهتم، أستطيع أن أفعل مثل الآخرين تماما. إنها تقول ذلك دائما، أعلم أن هذا ما قد يحدث. كيف تعرف الأشياء دون أن تجربها؟ أحب أن أكون حذرا، ثم ليس بالأمر السهل على الإنسان أن يطير. تعلمي من الحوادث التي تعرضنا لها. ولكن في العالم اليوم طائرات وطوافات وطائرات شراعية كلها تطير. هذا صحيح، ولكن الأمر ليس بالسهولة التي تظنين. هل نقوم برحلة؟ كنت أنتظر. إلى أين نذهب؟ نعود إلى الماضي، نلتقي ببعض الأشخاص الذين حلموا بالطيران. هيا بومبا كبيبة كبا، هيا موجة. أرنب؟ سيكون عشاؤنا ليلة لحم الأرانب. قف يا حرامي، قف، أعد ما معك، هيا أعد ما معك. ما كان ذلك؟ ماذا حدث الآن؟ لو كان لي أن أطير مثل هذه الطيور. تطير؟ نعم، مثل الطير في السماء. من هذا الشخص يا موجتان؟ إنه الإنسان القديم الذي عاش منذ آلاف السنين في الماضي، أول من حلم بالطيران. طبعا نحن البشر أمهر من كل الحيوانات، يستطيع الإنسان أن يقوم بتقليد الطيور. سأريك، سأطير عاليا في السماء أمام عينيك. ولكن كيف؟ هذا أمر بسيط، افعلي ما يفعله العصفور، رفرفي بذراعيك. ها أنا أنطلق، السماء لنا. قف، إنه خطر. لا تهتمي. ممتع حقا. مجانين مجانين مجانين. سأطير
وسأري العالم، سأطير في الفضاء. ها أنا أنطلق، نحن الإغريق سنمتلك الأجواء. سأطير يوما ما. إيكاروس، شجاعتك تعيدك دائما إلى الجو والطيران. سأطير. بقيت أحلام الإنسان القديم بالطيران في الأساطير والخرافات. مجانين مجانين. كل الطرق تؤدي إلى روما. الإمبراطورية الرومانية هي سيدة العالم بإجماعه، ولكننا لم نقهر الأجواء بعد. انتصروا على الفضاء، انظروا إلى السماء. بطلنا إنه يطير، الإنسان الطائر. يا إلهي. مجانين مجانين. في وقت لاحق قفز رجل من طاحونة هوائية مستعملا ألواحا من الخشب كجناحين، وكان عباس بن فرناس أول عربي يحاول ذلك. وحاول أيضا خياط من ألمانيا أن يطير، إلا أن المحاولات انتهت بالإخفاق. إذا لم نستطع تقليد الطيور فإننا نستخدمها. أنا كيكافوس، إنني ذكي جدا. انظروا إلى آلتي للطيران. يحكى أن كيكافوس طار في الهواء فوق عرش تجره عشرات الصقور، ولكن الحكاية انتهت على هذه الشاكلة. مجانين. طيري طيري في انضباط، طيري في انضباط. لا لا إذا اعتمدت على الطير فإنك لن تطير أبدا. انظروا، هذا هو سلاحي الجديد. أجل، هذا هو. منذ أكثر من 400 سنة صنع حاكم الصين عربة أعدت على غرار اختراعهم الجديد أنذاك، السهم الناري، وكأنه الصاروخ الأول. والآن ستحكم الصين الأجواء. أشعلوا الفتيل. إنني أطير. مجانين مجانين. أنا دافنشي الشهير، لن أدع الغراب يسخر مني، سأجد طريقة للطيران. أنت واثق من نفسك كثيرا، مع أن كل من سبقك أخفق. أنا العبقري ليوناردو دافنشي، بإمكاني أن أقوم بكل شيء. انظري إلى هذه الآلة. اللعبة مروحية. نعم، باستعمال قوتها أستطيع أن أطير. منذ أكثر من 500 سنة عاش في إيطاليا رجل عبقري اسمه ليوناردو دافنشي. كان له أن يدرس اللعبة المروحية وطيران الطيور، فيما هو يفكر بطرق تساعد الإنسان على التحليق في الجو. أقام مبدأه على حركة اللعبة المروحية التي يمكن أن نعتبرها أصل الهليكوبتر. إذا كان بإمكانك صنع هذا فإنك ستطير. الحقيقة مرة، كان همي أن أطير، ففكرت كثيرا وجربت وسائل مختلفة. أتعرفين كيف تطير هذه الآلة؟ كيف تطير هذه الطائرة؟ هل تعرف يا موغاتان؟ توقعت سؤالك فبحثت عن الرد. هل لك أن تنفخي على هذه الورقة؟ حاولي ذلك وستجدين الجواب. الورقة ترتفع. دعونا نجرب ذلك معا. هذا هو المبدأ في طيران الطائرة، حين تنفخ الهواء فوق الورقة يصبح الهواء هناك أخف. هذا ما يجعل الورقة ترتفع. هذا منظر جانبي لجانح الطائرة، فلنراقب الهواء الذي ينفخ على الجانح. وبما أن سطح الجانح محدب فإن الهواء فوقه يتحرك بسرعة أكثر من الهواء الذي تحت الجانح. حين يحدث ذلك يصبح الهواء فوق الجانح أخف من الذي تحته.
الطريقة ذاتها التي تطير فيها الطائرة الورقية؟ المبدأ ذاته تماما للطائرات النفاثة التي تحطم بسرعتها جدار الصوت. حسنا، عرفنا الآن مبدأ الطيران يا آنسة. إذا عرفت فلما لا تقدر على الطيران؟ بإمكانكم أن تعرفوا المبادئ والطرق، ولكن بدون التكنولوجيا والمواد الضرورية للعمل بها يستحيل إنتاج أي شيء. كل هذه النماذج والخطط جميلة على الورق. هيا. ما إن عرف الإنسان كيف يطير لم يتوقف عن اختباراته، فقد حلم الإنسان وصنع عدة أنواع من الطائرات وأخفق مرة بعد مرة، ولكنه لم يتخلى عن حلمه لقهر الفضاء. مجانين مجانين، غراب قذر، إنه ينعتنا بالجنون. لن يثنيني ذلك عن عزمي أبدا. يوما ما سنطير، يوما ما. حالف الإنسان الزمان ليطير مثل الطيور. متى سيتمكن الإنسان من الطيران يا موغاتان؟ لا تكوني متسرعة، انظري هناك. يا لها من قوة، ما هذا؟ بالون هواء، ركب الإنسان البالون وطار حول العالم للمرة الأولى. في عام 1783 طير الأخوان مونغولفيه في فرنسا بالونا يدفعه الهواء الحار. يا له من مشهد، يا له من منظر. هل نحن نطير فعلا في الجو كالعصافير أم هذا حلم يا أخي؟ طبعا نحن نطير كما ترى، ولكننا أصبحنا تحت رحمة الرياح ولا نستطيع أن ننطلق بسرعة أكثر. إنه يسخر منا، يسخر منا، يسخر. كف عن ذلك، لا تؤرجح البالون. كف عن ذلك، كف عن ذلك. لا فائدة. في وقت لاحق أصاب البالون تقدما كبيرا فأصبح منطاضا يطفو في الهواء دون أن يتحرك. بعد مضي 100 سنة على اختراع البالون وحوالي عام 1890 ظهر رجل لن ينسى في تاريخ الطائرات. انظر إنها تطير وعليها رجل. إنها طائرة ليليانتال الشراعية يا أختي. إنني أطير وأرتفع في السماء، وبإمكان الإنسان أن يطير مثل العصافير. درس ليليانتال حركة جناح الطير لتحسين الطائرة الشراعية، ولكن في عام 1896 هورا هورا، انظر هناك خطأ، إنه يسقط. مهلا، هل أنت بخير؟ لقد هلكت، كنت أريد أن أطير مثل العصفور. يا إلهي، كم ضحية يجب أن نقدم لنحقق حلمنا بالطيران، ولكن سيأتي اليوم الذي يستولي فيه الإنسان على الهواء. مات ليليانتال في ذروة اختباراته، ولكن بحوثه لم تهدر، ففي عام 1890 صنع مهندس فرنسي يدعى أدر طائرة تدور وكأنها وطواط ضخم. يستحيل توجيهها، ومع ذلك أعتقد أنها ستطير. هيا تحركي، طيري. انظر، نجح نجح. طائرة أدر المدارة بقوة محرك بخاري أصبحت الأولى التي تطير بقوتها الذاتية. هل تقول إنك طرت حقا؟ لم لا، لقد بقيت في الهواء قليلا. ودون التاريخ أن طائرة أدر كانت أول طائرة أقلعت من الأرض بنجاح. ارتفعت عن الأرض، هذا محزن. ولكنك لم تطر فعلا. سأكون من الطيارين الجيدين. مجنون مجنون. ثم أقبل اليوم الذي انتظره كل هواة الطيران في العالم، عام 1903 في الولايات المتحدة ببلدة كيتي هوك في نورث كارولينا. وقفت آلة غريبة الشكل،
وأطلق على تلك الطائرة اسم فلاير، صنعها أخوانهما ويلبر وأورفيل رايت. سأطير وسأريهم. هيا فلننطلق، إن الجو لنا. هيا هيا فلاير، هيا طيري، هيا طيري طيري. الحلم على وشك أن يتحقق. طيري هيا هيا، هذا طير، هذا طير، هيا طيري، هيا هيا تحركي. طارت طائرة الأخوين رايت مسافة 36 مترا، وهي مسافة أقل من طول جناح الطائرة الجامبو، ولكن في ذلك اليوم خطى الإنسان خطوة نحو قهر الفضاء. وما إن حملها الهواء حتى تطورت الطائرات بسرعة كبيرة، صار الإنسان يسافر بسرعة أكثر مسافات أبعد. سنة 1909 طار بليريو بنجاح مسافة 40 كيلومترا فوق مضيق بحر الشمال بين إنجلترا وفرنسا. سنة 27 عبر ليندبرغ الأمريكي المحيط الأطلسي، فطار من نيويورك إلى باريس. هذه هي أضواء باريس والعالم بأسره يبتهج. في هذه الأثناء استعمل الفرنسي لوي بيرجي مروحية الهليكوبتر، فطارت لفترة قصيرة وارتفعت إلى علو متر ونصف المتر. بإمكان الهليكوبتر أن تبقى ثابتة في مكانها في الجو وأن تدور في انعطافات حادة، ولها مميزات كثيرة. وأجرى الأمريكي سيكورسكي تحسينات على الهليكوبتر، فتطورت بصورة مستمرة في الثلاثينات وأصبحت ضرورية في حياتنا اليوم. عرفنا عن أشخاص في البلدان الأخرى، فماذا عن اليابان؟ محبو الطيران موجودون في كل مكان من العالم. ليري، أنت طائرتنا اليابانية الأولى. هل سينجح؟ نجحت نجحت، أول طائرة بناها اليابانيون، نجحت. مرحبا. عام 1911 حلقت طائرة فينيكس التي صنعها ناراهارا مسافة 70 مترا. كيف وجدت المحاولة يا غراب؟ هكذا بدأ تطوير الطائرة اليابانية. بإمكان الطائرات اليابانية أن تجاري الطائرات الأوروبية والأمريكية، وهي ليست أقل منها شأنا. سنة 1937 صنعت إحدى الشركات طائرة كاميكازي، فطارت من طوكيو إلى لندن وسجلت رقما قياسيا عالميا. ثم في عام 34 قامت طائرة صنعتها جامعة طوكيو بدورة فوق السهل كانتو، فاجتازت أكثر من 11 كيلومترا وسجلت رقما قياسيا عالميا في الطيران المتواصل. رائعة اليابان المقاتلة زيرو، ففي الحرب العالمية الثانية اعتبرت أكثر الطائرات المقاتلة فعالية في العالم. اليوم وفي أقل من 100 عام بعد أن قام الأخوان رايت بطيرانهما، حقق الطيران تقدما مذهلا. فهناك الطائرات النفاثة والصواريخ والطوافات والطوافات المروحية والطائرات الشراعية. هذا هو العصر الذي يمكننا فيه أن نطير بأي آلة، وقد ظهرت طائرات غريبة فعلا، سيارة برية هوائية ذات مروحيات، واخترعت أنواع كثيرة من الطائرات. أنا أفعل ذلك، سأطير، هيا سأريهم، هيا إلى الفضاء. ألست أنت سلفنا الطائر القديم؟
لا، الإنسان لم يطر بعد بقوته الذاتية. أنا سأطير بقوتي الذاتية كالطيور، هو حلمي، سأطير هكذا. ماذا أرى؟ انظري، هذه طائرة حقيقية، طائرة مزودة بالطاقة البشرية، وها هي الأجواء لنا. للطيران دون الاعتماد على الآلات تقوم اليوم أبحاث على طائرة تندفع بالجهد البشري، ومن زمن عباس بن فرناس إلى اليوم لا تزال الجهود قائمة على تطوير حقل الطيران. فهمت الآن يا أختي، الطيران بالطاقة البشرية الذاتية. رائع يا موجتان، تصور أننا نستطيع الطيران بقوتنا الذاتية. هذا مرفأ أوروبي من القرن السابع عشر. سفن كثيرة راسية هنا، كلها سفن تجارية أجنبية. في ذلك الحين كانت أوروبا تسيطر على بحار العالم، وقد استعمرت الأمريكتين كما استعمرت أجزاء عديدة من آسيا، وكانت هذه السفن تستعمل للنقل. هل هذه السفينة معدة للسفر إلى أمريكا الجنوبية؟ نعم، أنا قبطان هذه السفينة. أنا أعمل للحكومة وأريد تعاونك معي لتأمين سفر أشخاص إلى أمريكا الجنوبية للإسراع في إقامة مستعمرة هناك، وقد قررنا أن تجري عمليات نقلهم على نحو متواصل. طبعا سندفع لك الكثير من المال. تريد مني أن أنقل ركابا على هذه السفينة؟ حسنا، ولكن إن حدث شيء فلن أكون مسؤولا. ماذا؟ هل سننام على ظهر السفينة؟ نعم، هذا ما أقوله لكم، هذه سفينة شحن وليست للركاب، وليس فيها غرف للمنامة. سيد القبطان، أين الحمام؟ لا يوجد حمام. لا حمامات؟ ماذا نفعل إذن؟ أمامك المحيط، هذا ما أفعله. في الحلقة القادمة سنقوم معا برحلة عبر البحار لنشاهد معا قصة بواخر الركاب، ومعها قصة الطائرات النفاثة. بهذه الطريقة بدأت سفن الشحن تقيم تسهيلات للركاب. هيا 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 يا إخوان، في رحلة مفيدة، رحلة جريئة، نعود فيها عبر الزمان إلى البدايات المضيئة، إلى المعرفة والحقيقة، إلى البدايات المضيئة، إلى المعرفة والحقيقة، إلى البدايات المضيئة، مع الأخت الصديقة ومعها موجتان، سنعرف الحقيقة، نستنطق الزمان. في البدايات المضيئة، البدايات المضيئة.